السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم ظواهر مرتبطة بالكهرباء السكونية، البرق والرعد للصف الخامس الأساسي. بعد الانتهاء من هذا الدرس سنكون قادرين على تحقيق عدة أهداف. الهدف الأول أن يتعرف الطالب إلى كيفية حدوث البرق والرعد. الهدف الثاني أن يوضح الطالب بالرسم كيفية حدوث البرق. الهدف الثالث أن يعرف الطالب البرق والرعد. والهدف الرابع أن يقدر الطالب عظمة الله وقدرته في خلقه. في البداية لدينا الصورة التالية، طبعا هذه صورة مدينة القدس عاصمة دولتنا فلسطين. نلاحظ في سماء المدينة بوجود ضوء لامع أو شرارة كهربائية، وفي بعض الأحيان نستمع إلى صوت مدوّن. السؤال هنا، ما مصدر هذا الضوء وهذا الصوت؟ للإجابة على هذا التساؤل علينا متابعة الدرس التالي. في البداية تكون السحابة الكهربائية متعادلة، أي أن عدد الشحنات الكهربائية السالبة مساو لعدد الشحنات الكهربائية الموجبة، وهذا حال جميع الأجسام في الحالة الطبيعية، جميعها متعادلة كهربائيا. ولكن بفعل التيارات الهواء الصاعدة، فإن هذه تيارة الهواء الصاعدة تعمل على إعادة ترتيب الشحنات الكهربائية في السحابة، فتصبح الشحنات السالبة في أسفل السحابة والشحنات الكهربائية الموجبة في أعلى السحابة. الذي يعمل على إعادة ترتيب هذه الشحنات هو تيارات الهواء الصاعدة. وعند اقتراب سحابتين من بعضهما البعض، تنتقل الشحنات الكهربائية السالبة من السحابة الأولى إلى السحابة الأخرى لتتجاذب مع الشحنات الكهربائية الموجبة، وبفعل هذا التجاذب يحدث شرارة بين السحابتين، وهذا ما يسمى بالبرق. إذن وضع السحابة في الوضع الطبيعي تكون متعادلة كهربائيا، تيارات الهواء الصاعدة تعمل على إعادة ترتيب شحنات السحابة، تصبح الشحنات الموجبة في أعلى السحابة والشحنات السالبة في أسفل هذه السحابة. عند اقتراب سحابتين من بعضهما، تنتقل الشحنات السالبة من السحابة الأولى لتتجاذب مع الشحنات الموجبة في أعلى السحابة الثانية، وهذا يؤدي إلى حدوث شرارة كهربائية تسمى بالبرق. للمزيد من ذلك نأتي إلى مشاهدة هذا الفيديو البسيط. إن البرق تفريغ كهربائي ضخم يحصل عند اختلال توازن الشحنات الكهربائية في الغلاف الجوي، ويؤدي إلى انطلاق البرق من سحابة إلى الأرض أو من سحابة إلى أخرى أو ضمن السحابة نفسها. ينتج البرق عادة في السحابات الممطرة المشحونة بالكهرباء، ويرى معظم العلماء أنها تحصل على هذه الشحنة عندما ترتفع بلورات الجليد الخفيفة مع تيار هواء صاعد أكثر سخونة، فترتطم بالبرد الناعم المتساقط والأثقل، ويؤدي الاحتكاك إلى خروج الإلكترونات سالبة الشحنة من ذرات المياه. تجتمع الإلكترونات في الأقسام السفلى من السحابة وتعطيها شحنة سالبة، فيما يصبح الجزء الأعلى من السحابة موجب الشحنة. ينشأ حقل كهربائي بين الجزئين الأعلى والأسفل، ويزداد الفرق بين الشحنتين مع ازدياد قوتهما لدرجة أن الإلكترونات على سطح الأرض ترتد إلى عمق أكبر، فيصبح سطح الأرض موجب الشحنة، وينتج حقل كهربائي ثان بين الجزء الأسفل سالب الشحنة في السحابة من جهة وسطح الأرض موجب الشحنة. وفي معظم الأحيان يحصل التفريغ داخل السحابات. نأتي إلى الإجابة على تساؤلات الكتاب. السؤال الأول، ما شحنة قطرات الماء في السحابة رقم واحد؟ طبعا شحنة القطرات هذه متعادلة كهربائيا، لا يوجد لها شحنة، عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة. التساؤل الثاني، ماذا حدث لشحنة قطرات الماء في السحابة رقم اثنين؟ بفعل تيارات الهواء الصاعدة. طبعا تيارات الهواء الصاعدة عملت على إعادة ترتيب الشحنات في السحابة، فأصبحت الشحنات السالبة في أسفل الغيمة والشحنات الموجبة في أعلى. رقم ثلاث، ماذا ينتج عن اقتراب سحابتين كما في الشكل رقم ثلاث؟ عندما تقترب سحابتين من بعضهما، تنتقل الشحنات السالبة من السحابة الأولى إلى السحابة الأخرى لتتجاذب مع الشحنات الموجبة فيها، وهذا يؤدي إلى حدوث الشرارة الكهربائية. ماذا تسمى الشرارة الناتجة عن اقتراب سحابتين من بعضهما؟ طبعا يسمى ذلك البرق،
وماذا يسمى الصوت الناتج عن انتقال الشحنات بين سحابتين؟ هذا يسمى بالرعد. سؤال: لماذا نرى البرق قبل سماع الصوت؟ صوت الرعد طبعا. الإجابة هي لأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت. موضوع درسنا القادم هو إجابة عن هذا التساؤل. السؤال هو: ماذا لو كانت السحابة قريبة من شجرة أو بناية أو شخص؟ هذا سيكون موضوع درسنا القادم.